هنا أحببته وأحبه وسيبقى ها هنا أحببته وأحبه وسيبقى هناك وهنا أحببته وعشقته سيبقى أطواري غريبة هذه الأيام. إنني أرقص دائما وأنظر إلى النصل الذي يغوص في اللحم، وعلى شفتي ابتسامة من نوع ما. لقد تذكرت في البارحة أغنية لطيفة، أغنية وقطيعة من الصخور، أغنية وبحرا هائجا كثور، أغنية ورجلا ميتا ينظر إلى الأفق بعينين جاحظتين، أغنية رقصت. كانت أطواري غريبة، فلم أغلق عيني الرجل الميت بهدوء وحزن كما يفعلون في الأفلام، لكنني تساءلت لماذا يموت الرجال هنا وهم ينظرون إلى الأفق. لم يحبني أحد، لم تحبني سوى أغنية وقطيع من الصخور. فمددت كفي إلى عيني، عيني اللتين تنظران إلى الأفق، وأغلقتهما بهدوء. كان يجب أن أحزن وأتألم كما يفعلون في الأفلام، لكنني رقصت. أنا أرقص دائما، فأطواري غريبة هذه الأيام. ليش ما اتصلت فيه؟ على الأقل كنت ودعني، قلي أي حكي. رحت هيك بدون ما أعرف عنك شيء. لو استنيت شوي كنا عشنا أحلى عيشة. هاي اللو وكل الانتظار ما عاد ينفع، خلاص. وبس استنيت شوي، انت ما كنت بتعرف شو مستنيك. ما انا مستاهلة قصة. انت عم تشمتي فيني ولا عم تحاسبيني؟
لأن هدول الشغلتين ما بقدروا يسوون لعايشين للي ماتوا. خلاص ما تفرق معهم، انت اللي رح تفرق معك. كل اللي سويتي ورح تسويني رح تحسيه برا طعمه. انت لساتك صغيرة، هذا حرام. مو بس انا، وانت كمان. اللي شو الطعمة اللي لقيتها لما انتحرت؟ كل شي ساويته ما عاد له قيمة هلأ. طيب نطلع متعادلين، انا وانتي عيشتنا برا طعمي، خربناها على بعض، بس ليكي من بالاخر اكل كل الحسرة ورح يندم. انا قتلني الحزن وقلت الامل. تشرحي قتلك الندم؟ هايك ندم هي ابشع بكتير، حرام. اسمعي، لا تندمي على شيء. كان يجب أن أحزن وأتألم كما يفعلون في الأفلام، لكنني رقصت. أنا أرقص دائما، فأطواري غريبة هذه الأيام. شكلي رح اضطر انه بيع المحل والبيت. كل تجار السوق انضربوا، واللي معه طبعا ما بدين. ليش انت من امتى بتشتغل بالبورصه؟ انا طول عمري بشتغل بالبورصه، من حوالي شي 6 شهور حطيت كل شي معي سيوله ورحت جبت بضاعه بالدين للمحل. خرب بيتي وماني عارفان شو بدي اسوي.
قديش عليك ديون؟ لا انا ده اصحك، انا ما عم احكي هذا الحكي مشان مديني، يعني انا بس ما عاد لقيت حدا فضفض له، حاسس حالي مضغوط كتير. بس شو يعني بس بدك تفضفض لحدا؟ هيك بدك تسد دينك؟ ليك جورج، انا بدي بيع الجريده والمكتب والترخيص وكل الاغراض، وقديش بينقصك انا بكمله؟ لا يا ندى، لا انا ما بقبل هذا الحكي ابدا. اي مو على كيفك، مستحيل انا اشوفك غرقان وما ساعدك. بعدين شو مفكرني قليله اصل ومو ناقصني والله تروح تنضرب بمخك وتعمل مثل ما عمل عمر؟ كنت زوره كل يوم لعمر، اشرب معه قهوه، بعدين صرت زوره مره بالاسبوع. هلا صار لي تقريبا شي 10 ايام ما زرته. لكن انت تحبني ما؟ بس انا ما بدي موت لاني عم موت، مشان هيك صار لازم نتفاهم. انا ماني ندمانه بس موجوعه شوي. انا ما كذبت عليك ابدا، لما حسيت تجاهك بشي حلو كان مثل أي اثنين بحسوا مع بعض شي حلو، بس لما تطورت القصة أنا ما قدرت بوقتها أني شوفك حبيبي. كنت حسك رفيق وشريك، وبنفس الوقت كنت حبك أكتر واحد بالعالم. ما بعرف أي حب أهم فيك تجاوبني؟ أي حب أهم؟ المهم هلا انت كنت دائما تشاركني بقراراتك، بس قرارك الاخير اخذته لحالك. استغفر، انا جاي لعندك لهون لحتى اقلك مشاعري تجاهك هلا. ما بعرف اذا هي المشاعر طلعت لانك ساويت هيك ولا لانه اجا وقتها. ما بعرف اذا كانت رح تسعدك ولا رح تجرحك، ما بيهمني. أنا بحبك مو كرفيقة أو شريك، إيه بحبك. كيف عمر؟ أنا فايتة أتحمل، لازم أتحمل.
عندي حلم اني ضل عايش مثل ما بدي بسلاسة بدون اي ازعاجات. حلم حلو ان الواحد يعيش مثل ما بده، ينام امتى ما بده ويفيق امتى ما بده ويحب، يحب مين ما بده. اساسا احلى شيء انه الواحد يحب، بس احيانا بتصير اسباب قاهره ما بتخلي الحياة تتكمل مثل ما لازم أو مثل ما بدك إياها أنت تكمل. أن يموت مثلا أو تموت يلي بحبها بعيد الشر، أو يموت عمر في شي ما فيك تجابهيه بالحياة. واحد يقتل حاله، أنا تحديته بقصيدة، أم هو تحداني بحياته كلها. شو بساوي؟ كيف بدي رد؟ ما خطر لي ابدا نوصل انا وياه لهون. يعني انا هلا اي شيء اي جهد بدي اسويه لحتى تكوني الي عم حسه سخيف وتافه ورخيص. واحد قدم حياته حقيقه هزمني، أنا رح انسحب. عم بيقولوا الأمور متوترة شوي بلبنان، أنا رح أروح لهنيك، يعني بلكي الحرب بتقدر ترجع لي شوي من اعتباري. والله شكل الحجة نايمة هلا، ما في فنجان قهوة؟ امي ما بتنام الأضوية مطفية. ماما 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 صهيب ماما ماما امي امي ماما ماما الحكي يا أمي.
العبء لك استاذ صهيب. تسلم يا استاذ. الحقيقه انا تفاجات كثير وقت اللي شفتك، وتفاجات اكثر لما سمعت انك صهر العيله، مع انه عم نلتقي كل يوم بالمكتب بس ما سبق وخبرت. يعني انا بعتبر الموضوع شخصي شوي. وصار لك زمان خاطب؟ لا مو كثير، الحقيقه الماما هي اللي اختارت لي البنت كونها بنت عائله كريمه. والنعم والله على كل إن الله يتمم لك بخير. تسلم يا رب. علاء اهلا وسهلا فيك، الطبيعه الحلوه مع الشخص. صباح الخير. صباح الخير. بدي اسالك، هلا صهيب من وين بيعرفها لهدى؟ ما بعرف، على حد علمي انه لمحها بالطريق وبعت اخته لعندها الصالون، يعني طريقة تقليدية. بس انت ليه عم تسأل؟ لا هيك مجرد سؤال. تزين هالوردة هالطبيعة الحلوة. انا يعني مين بده يجينا بهالوقت؟ ما بعرف مين؟ أنا مظفر. مظفر؟ لك وينك كل الغيبة؟ فوت فوت. مرحبا، آسف بس المخابرات إجوا على البيت وعفطوا رفيقي وهلا بيكون عم دوروا علي. ليش شو عامل؟ ولا شيء، ولا شيء أبداً. إذا مالك عامل شي ليش خايف؟ بجوز يكونوا جايين بس من شان رفيقك. ما أنا ورفيقي بنفس التنظيم. إيه معكم حق تستغربوا، أنا بالسنتين اللي مرقوا نزلت على لبنان وانتسبت للتنظيم، ضليت هنيك. اليوم رجعت وأنا رايح على البيت لقيت المخابرات أخذين رفيقي، وعلى ما يبدو ما رح يحلوا لحتى يمسكوني أنا كمان. طيب أنا كيف فيني ساعدك؟ بتخبيني لبين ما أدبر حالي؟
ايه طبعا تكرم عينك، وبركي انا بحاول عن طريق ما عارف يطلعك من هالورطه. وبلكي طلع مراقب؟ لا انا متاكد انه ما حدا مراقبني، بعدين انا صار لي زمان ما اجيت لعندكم شي سنتين، ما بظن بيعرفوا انه في علاقه بيناتنا. المهم انتم ما تجيبوا سيره لحدا. لا اطمن، ما حدا رح يعرف انك هون. انا بعرف انه فيها مسؤوليه، بس الحقيقه انا مالي غيركم، تحملوني بس يومين لحتى ادبر اموري واروح على لبنان. طيب هلا فوت نام بغرفه امينه وبكره بنشوف شو بدنا نساوي. انا كنت متاكد انك رح تساعديني. شكرا. شامة ريحة وجعت راس. ايه بس مدري ليش انا ماني خايفة. لانك لا بتفوتي ولا بتطلعي ولا بتعرفي شو عم بيصير بالبلد. ايه بس انا ماني خايفة. لك لازم تخافي، لانه اذا سألوا عنه رح يعرفوا انه كان في شي بينك وبينه كان يجي لهون، يعني سيرتك رح تجي ورح يجوا لعنا لهون، شو رح نساوي؟ وين وين؟ سويتيهم كأنهم صاروا بنص بيتنا. ما سمعتي شو قال؟ كل القصة انه بدهم رفيقه. بجوز يطلع هذا كله حكي فاضي. لك انت اللي ما سمعتي شو قال. قال انه هو ورفيقه كانوا بنفس التنظيم، يعني اذا مسكوا رفيقه راي يمسكوه يمسكوا اللي خباه عنده. كأمينة شو صاير لك؟ والله ما بعرف يخويفك الى الأد. خلص على بين ما يوصلوا لعنا بيكون حمل حاله ورجع على لبنان. يعني راي تخليه هون؟ تذكر نرجس؟ يا ليكي، لك معقولة انساها؟ بتعرفي اوقات بحسك بنتي؟ عم تضحكي؟ والله والله يوم فتي هديك الليلة مع الحج عبد الله وانتي مقهرمة ومشرشحة ومقهورة حسيتك انك شقفة من قلبي. يا لطيف على هديك الليلة. لطيف قديش كنت خايفة، كنت حاسة حالي بدي موت. اكيد بدي موت. ما كان عندي امل. بس بعد كل اللي صار، بعد كل العذاب والشقاء والتعتير والقهر، ضل بشكر الله كيف نعمل قلبه لسليمان بهديك الليلة، انكتب لي عمر جديد. ما بقدر شوف حدا هربان عم يدق باب بيتي وما خليه يفوت. يعني راي ضل نايم بغرفتي؟ ايه احسن تضلي نايم عندي. امو والله انت حلوة كتير، لك ليش لهلأ قاعدة بلا زلمة؟ هلا كل ما روقنا وبدنا نحكي سيري عن ايام زمان بتنطيلي بالسؤال. خلص خيطو، قلت لك انا طلقت رجال ما عاد بدي اياهم، معتمدي على حالي وعايشه على مزاجي. هلا انت هيك عايشه ما كل وقتك معي. ليش انت قليله؟ لك والله هندوش لما بشوف رجال ميتين عليكي بعذرون. اي سبحان الذي خلقك على هالخلقه ما احلاها. عن جد انا من يوم شفتك اول مره قلت لحالي راي تكوني رفيقتي لاخر العمر. حسيتيني رفيقتك ولا بنتك؟ لك ابوس روحك. انتو بالعادة الصبح ما بتشربوا قهوة؟ كلك نظر استاذ مظفر، هاد اسمه وجه الصبح مو الصبح، يعني الساعة 6 لسه الشحادة ما فائت وراحت على شغلة. نحن هون منفيق الساعة 8 اذا بدك قهوة فوت ساوي لحالك ولا تضوي جود فيقنا. حاضر. أمينة خوفتني بالليل من اللي عم بيصير. الدنيا عم تتغير،
يعني خاف؟ ليكي ندى، ما رح كذب عليكي إذا بلقت عندك فيها مسؤولية. مسؤولية شو؟ أنا ما بعرف إنك هربان، وإنت أجيت لعندي لهون وقلت لي بدك تقعد كم يوم على بين ما تلاقي بيت وبس. فكرتيون هبلان ما؟ هلا بستعجل الدنيا شوي بنزل بدبر حالي، ما رح ورطك هيك ورطة. أنت ما بتعرفني، لا بتعرف شو مارق على راسي. أنا كمان جربت كون هربانة مثلك يمكن أكتر، بس أنا هربت من الذبح. أنت من شو هربان؟ من السجن؟ ومع هيك أنا لقيت مين يقاويني ويدير باله علي. إذا بساعدك بكون عم رد جميل لهالدنيا. حكيك حلو، مؤثر كتير. هدول السنتين اللي غبتهم قدرت ترجع اعتبارك؟ قدرت تنسى؟ ولا لحظة. شو؟ ما عم بيطلع معك شيء؟ مو ظابطة أبو عمير، مو ظابطة. لك يا مجنون، هيك بترجع لك من الدوش تذكر لك شي نغمة؟ بدي كلمات، بدي كلمات، بدون كلمات ما بقدر ساوي شيء. طيب تعال نقول شو بخبرك عني. أنا اسمي وقعوا الهوى وما ضل منه إلا غنية. شو بخبرك عني؟ أنا اسمي وقع والهوى وما ضل منه إلا غنية. واصل لآخر الدنيا لملك ورود، يا ميني لاقيلن مزهرية. مين قلك رسائل الغياب ما بيوصل؟ مين؟ هذا الكلام ما بيتلحنات لك يا زلمة. مو شعر حديث، غنية. غنية يعني كوبلي وقافية، وإذا بيكون كلام موزون يعني يا سلام. هو بدك كلام موزون معناتها بدك تزبط لي القعدة، ما تجيب نصية. بدك نصية؟ رح أنزل جيب لك نصية، بس بدي أرجع لأي كاتب غنية. لا تسود وشنا مع المخلوقة. إن شاء الله بصير خير. شرف ساس. والله شو رأيك بالمنظر؟ مو حلوين؟ بياخد العقل بجنن. شو صار معك؟ اخي انا ما عم بطلع معي شيء. خليها تغني فصحى. شو بهالفصحى؟ هلا رحت ورجعت لعتقد تقلي هذا الحكي؟ ما رح يطلع معك شيء؟ شو يعني مفكر انك ترجع تلاقيني عامل له اسطوانه كامله؟ وليك كاتب؟ هي اي كلام، كبه كبه. اصلا انا كاتب على كيس خضرا. لك عمر يا زلمه لا تخزينا معاها، لازم تكتب لها غنيه. إذا بيرجع لهون مرة افتح له الباب. هاد الزلمة ما عاد لازم تشوفيه. لك شو بسوي بحالي إذا صار لك شي؟ والله ماني عارفاني حالي شو بدي ساوي. كمان إذا ضل هربان برا إلا ما ينلقط، بس هون من وهون كمان بينلقط، ومنلقط نحنا معه. هون منكون مطمنين عليه. ومين قالك إنه أنا قلقانة عليه؟ أنا قلقانة عليكي وعلى حالي. لك يا أمينة يا حبيبتي، مين بده يخطر له إنه متخبي هون عنا؟ لك إذا هو بذات نفسه قال إنه القصة فيها مخاطرة وما أنا سهلة. بعدين تعي لقلك ندى، الشغلة ما عادت نخوة وشهامة. ها شو قصتك مع هالزلمة؟ قليلي
وشو بكي ليش هيك عصبتي علي؟ لاني انتبهت انه الشغله ما عادت شغله انه انت تساعدي. ليكو متخفي وعم يدبر حاله ويروح ويجي، ليش بدك اياه يتخبى عندك انت دونا عن كل المحلات الثانيه اللي بيعرفها؟ لك قلت لك مشان اكون مطمنه عليه. ايه لا انا ده انا حاسه انه هاي الشغله فيها موال براسك، وهذا الموال مو عاجبني ابدا. شيلي لها الزلمه من راسك، لا عاد تحكي معه ابدا. لك علينا دوش. أهلا. شو أخبارك؟ أهلا. دوش إذا شغلت استوديو إذاعة ما نزلت خليني أدور على استوديو ثاني. لا لا ما في داعي. منير بيك قال لي إذاعة كلها تحت أمرنا إمتى ما بدنا. إيه ونحن إمتى بدنا بالله؟ يعني بهالكم يوم إن شاء الله. أنت ليش مستعجل؟ خلص بس تكون أنا جاهزة رح سجل. بتتغدى بامية؟ هل هي عزيمة عن جد ولا عم تراضيني؟ لا اكيد عن جد ساعة بيكون الاكل جاهز. فليفلة خضرة عندك؟ ايه موجود. ايه منيح. امينة؟ يا امينة؟ مو بده الساعة الاكل لحتى يستوي؟ ايه بالكتير. علي امون. اهلين ابو جريج. هلا انت ليش عم بتأجلي شغلة الاذاعة؟ ما بعرف يعني ماني حاسة حالي جاهزة. مانك جاهزة ولا بدك تقعدي تنطري التليفون؟ شو انت بدك توقفي لي على الدقرة؟ ما عم خبي عنه ولا شيء. عم بحكي له كل شيء. عم بتقول له مثل ما صار ولا مثل ما بتتمنى؟ لا يا أمينة أنا ما بكذب. بعدين لما بتجي الشغلة على عمر وندى ليش لحتى كذب؟ أصلاً ما عاد في فايدة. يعني بقصد تلطف شوي. كيف بدي لطف اللي صار؟ ها هذا أكيد سليمان. على فكرة عبان عليك كثير. ليش ما عم تحكي معه؟ مرحبا. أهلين. كنت عبان له إنك عتبان عليه. سليمان ما بيعتب علي. وإذا بيعتب علي جرام بيعتب علي جرامين. شو بك سليمان؟ ليش بيرم بوزك؟ حميدة عطتكن عمرها. لا إله إلا الله. هاي حميدة أخت ندى اللي هربتها وقت كان أبوها بده يتبعها. بالله أنت كيف عرفت؟ قريت نعوتها. قريت نعوتها؟ شو نحنا أغراب حتى ما يخبرونا؟ لا ما لك هذا جواد واحد قليل أصل. لك هي كل عائلة ناقصة ما بهم إلا مصلحته. نحنا ندرى من نعوة. لك نحنا غرب نحنا. لك أنا وجورج وأنت يا سليمان ندرى من نعوة. يا أمينة مين نحن لهالجماعة؟ لو ما قالوا مصلحة ما قالوا لنا مرحبا. لا لو فيهم دم كانوا شافوا إن الوحيدين اللي بقيانين من أختهم. لك كانوا عملوا واجب لأختهم. أنا شفتها لحميدة وقعدت معها. لك كانت عم تلمسني كأنها عم تلمس أختها. يا أمينة فهمي بقى نحن ولا شي لهدول الناس.
احببت واحب وسيبقى ها هنا. احببته واحبه وسيبقى هناك وهنا.